السلام عليكم ورحمة الله، لعلكم جميعا بخير. النهاردة هنكلمكم عن أغلى هدية أهداها زوج لزوجته. الهدية دي هي تاج محل. تاج محل هو ضريح رائع الصنع من الرخام الأبيض، يوجد بأجرة بالهند. شيده الملك شاه جهان الإمبراطور المغولي ليضم رفات زوجته ممتاز محل، ويعرف بأنه جوهرة الفن الإسلامي بالهند. بدأ بناؤه عام 1632 ميلاديا، وتم الانتهاء منه عام 1653 ميلاديا. وضع تصميمه فريق من المهندسين برئاسة المهندس أحمد اللاهوري. يقف المبنى على قاعدة مربعة، وبه 4 مآذن تحيط بالقبر، واحدة في كل ركن من الأركان. وأعلى المبنى قبة رخامية يقدر ارتفاعها 35 متر، وأحيطت ب4 قباب صغيرة. والزخارف المعمارية من البرونز المطلي بالذهب. ويقع نصب شاه جهان التذكاري بجانب زوجته ممتاز محل، ويعتبر ضريحه أكبر من ضريح زوجته. وتصل مساحة الحديقة أمام تاج محل حوالي 300 متر مربع، وتسمى الحديقة بحديقة المغول، وتحتوي على الورود الكثيرة وأزهار النرجس البري والأشجار المثمرة. تم تجنيد قوى عاملة بلغت 20,000 عامل من جميع أنحاء الهند، منهم نحاتين وخطاطين وفني وزخرفة وحجارين ومختصين في بناء الأبراج. تاج محل يستقطب عدد كبير جدا من السياح. رسوم الدخول أقل للمواطنين وأكثر تكلفة للأجانب. في عام 1983 أصبح تاج محل في مواقع التراث العالمي لليونسكو. تاج محل هو أيقونة الحب بين شاه جهان وزوجته ممتاز محل. كانت ممتاز محل أشهر زوجات شاه جهان، كانت رائعة الجمال وثاقبة الفكر. تزوجها شاه جهان قبل سلطنته عام 1612 ميلاديا، وكان عمرها 20 سنة، فأحبها حبا جما وقدرها، وبادلته هي الحب والتقدير، وكانت له نعم الصديق المعين وخاصة في مهنته. وعندما تولى العرش منحها لقب ملكة الزمان، وكان يستشيرها ويعمل بنصائحها. توفى شاه جهان عام 1666 ميلاديا عن عمر يناهز 74 عام، ودفن بجوار زوجته ممتاز محل في ضريح تاج محل. هناك أشياء معينة فقط يسمح بها للسياح داخل تاج محل، وهي ماء في زجاجات شفافة، وكاميرات فيديو صغيرة، والهواتف المحمولة، والمحافظ الصغيرة. بكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى النهاردة. أتمنى ينال إعجابكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.